بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الهارت فيلير. طيب زي ما قلنا احنا هنمشي بسكيمة ثابتة، فاول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الباثوجينيسيس. الباثولوجي بتاعت الهارت فيلير او الاتيولوجي الاندرلاين كوزز ممكن نقسمها لثلاث حاجات اساسية. اولا سيستوليك ديسفانكشن، تاني حاجة دايستوليك ديسفانكشن، تالت حاجة هاي اوتبوت هارت فيلير. اولا السيستوليك ديسفانكشن كوزز، اول حاجة اسكيميا، يبقى ديت الموست كومن. تاني حاجة انه ممكن يبقى فيه dilated cardiomyopathy. تالت حاجة ان يبقى فيه valvular disease. رابع حاجة ان يكون فيه congenital heart disease. الدايستوليك dysfunction هنقسمها لاتنين main categories. الاتنين main categories دولت هما اول حاجة الهايبرتروفي وتاني حاجة ال restrictive pattern او ال infiltration. الدايستوليك dysfunction من اسمها هي dysfunction في الدايستوليك function. طب ايه هي الدايستوليك function؟ اللي بيحصل في الفترة دي ان بيحصل filling للventricle، فلو الventricle اتملى كويس هيضخ دم كويس، لو الventricle ما اتملاش كويس مش هيضخ دم كويس. طب ايه الحاجات اللي ممكن تقلل الدايستوليك فانكشن دي او تعمل دايستوليك فانكشن يعني الفنتريكل ما يملاش كويس؟ يا اما هايبرتروفي في الوول بحيث ان الوول يبقى ثيك فبالتالي اليومن تبقى نارو فبالتالي الفنتريكل ما يملاش كويس، او حاجه ريستريكتيف انفلتريشن بيحصل برضو في الوول فيخلي الوول ثيك وبالتالي اليومن تبقى نارو. طيب الهايبرتروفي الموست كومن كوز زي ما هو معروف هو الكرونيك هايبرتنشن، يبقى الهايبرتنشن. تاني كوز هو الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. بالنسبة للريستريكتيف كوزز عندنا حاجات زي الاميلويدوزس او ساركويدوزس. اخر حاجة عندنا هي الهاي اوتبوت هارت فيلير. هي عبارة عن اسباب بتضطر الهارت ان هو يزود الشغل بتاعه بحيث ان هو يطلع كاردك اوتبوت اعلى من اللي كان بيطلعه. طيب ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل كده؟ اولا نقص الاكسجين ديليفري تو بريفال تيشوز، فبالتالي الهارت بيضطر ان هو يشتغل اسرع واسرع ويشتغل بقوة اكبر بحيث ان هو يضخ كمية اكبر من الدم بحيث ان هو يزود الاكسجين ديليفري للبريفرال تيشوز من خلال ان هو يزود كمية الدم اللي راحة للبريفرال تيشوز. فمن هذه الاسباب انيميا. تاني حاجة ان يكون في مشكلة في الاكسجينيشن اوف بلاد زي كرونيك لونج ديزيز. برضو ممكن يكون في كاتيجوري تانية ان السيستوليك فاسكولار ريزيستنس يكون قليل، البلاد بريشر قليل، فالهارت يضطر ان هو يشتغل اكتر عشان خاطر يضخ كمية اكبر من الدم بحيث ان هو يحافظ على البلاد بريشر. طب ايه الحاجات اللي ممكن تقلل السيستوليك فاسكولار ريزيستنس؟ ان يكون في اي في شنت. طيب امثله الايفي شنت الايفي فيسترا. طيب الايفي فيسترا دي ممكن تتكون ازاي؟ ممكن تتكون بطريقه تروماتيك، ممكن تكون كونجنتال، يبقى ايفي فيسترا. برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل ايفي شنت وبالتالي تقلل السيستميك فاسكولار ريزيستنس هي الليفر سيروس. تالت حاجة ممكن تعمل هاي اوتبوت هارت فيلير حاجة تشتغل دايركتلي على الهارت
فتبدأ تزود الهارت ريت وتزود الكونتراكتيليتي. مثال على ذلك الهايبر ثايروديزم. نيجي تاني حاجة للكلينيكال بيكتشر او البرزنتيشن بتاع الهارت فيلير. طبعا ده هيبقى على حسب هو ليفت سايدد ولا رايت سايدد ولا الاتنين مع بعض. ليفت سايدد هارت فيلير ورايت سايدد هارت فيلير، هنقارن بينهم. طبعا ده الهارت رايت اتريم رايت فنتريكل ليفت اتريم ليفت فنتريكل، دي السته ودي اللانجز. لو الهارت ده حصل فيه، لو فيه هارت فيلير هيبقى فيه نقص في الكارديك اوتبوت. لو احنا بنتكلم عن ليفت سايد هارت فيلير، الكارديك اوتبوت اللي طالع من الليفت فنتريكل هيقل، يبقى الاوتبوت هيقل، فبالتالي الدم هيتراكم في المنطقه اللي قبله. المنطقه اللي قبله هي ايه؟ اللنج، فيبدا يحصل لنج كونجستشن. على العكس من ده، في حاله الرايت سايد هارت فيلير احنا عندنا المشكله في الرايت سايد اوف ذا هارت. طب ايه اللي قبل الرايت سايد اوف ذا هارت؟ السيستميك سيركوليشن او السيستميك فينوس سيستم. طيب يبقى هنا هيحصل بالمونري كونجستشن، انما هنا هيحصل سيستميك كونجستشن. يبقى اول حاجه هنقولها هنا هي البالمونري كونجستشن، هنا هنقول في سيستميك كونجستشن. طب احنا قلنا ان في حاله الليفت فنتريكل لو في ليفت سايد هارت فيلير الكارديك اوتبوت اللي طالع من ليفت فنتريكل هيقل، فبالتالي هنا هيقل الكارديك اوتبوت او لو كارديك اوتبوت. هنا برضو هيقل الكارديك اوتبوت. ليه؟ لان الليفت فنتريكل عشان يضخ دم لازم يجيله دم كويس من الرايت فنتريكل. طيب الدم اللي طالع من رايت فنتريكل قليل، فبالتالي الدم اللي هيطلع من ليفت فنتريكل قليل، لان الدم اللي داخل الليفت فنتريكل قليل، فبرضو هنا هنلاقي لو كارديك اوتبوت. وطبعا في لوكال ايه؟ لوكال ساينز. خلينا بقى نتكلم عن كل واحدة من دول. اولا البلمونري كونجستشن، ايه هي اعراضها؟ اعراضها ممكن يحصل ديزنيا، اورثوبنيا، بروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، او بلورال افيوجن. طيب البلورال افيوجن ده في الغالب بيبقى بايلاترال في 61% من الحالات، ممكن يكون يونيلاترال. طيب لو هو يونيلاترال هيبقى مور كومون في رايت سايد ولا ليفت سايد؟ لا بيبقى رايت اكتر من الليفت، يبقى رايت اكتر من الليفت. طب بالنسبه للسيستميك كونجستشن في حاله رايت سايد هارت فيلير هيبدا يحصل، اولا اول حاجه هتقابلنا هي الايه؟ النك فينز، فيبدا يحصل كونجستشن في النك فينز، يبقى كونجستد نك فينز. تاني حاجة الليفر، يبدأ يحصل كونجستيف هيباتوباثي. تالت حاجة بقية السيستميك فينوس سيستم، يبدأ يحصل فيه كونجستشن يعمل لنا إديمة، زي مثلا إديمة لور لمب أو أسايتس. طيب إيه هي المانيفستيشن أوف لو كارديك أوتبوت؟ low cardiac output يعني الدم اللي رايح للأورجانز قليل، فبالتالي هيبقى على حسب الأورجان هنقول السيمتوم. يعني مثلا central nervous system يبقى syncope، GIT يبقى abdominal pain، الكيدنيز الدم اللي رايح ليها يبقى قليل فيحصل oliguria، اللمس lower limb يبدأ يحصل ايه؟ claudication. بالنسبه للوكال
في الاثنين هيحصل displacement of the point of maximal intensity او الايه الابيكس. يبقى point of maximal intensity هتبقى displaced. تاني حاجة ممكن نلاقي S3 gallop. تالت حاجة معانا النهاردة هي الدايجنوزس. ازاي هنعمل دايجنوزس للهارت فيلير؟ اول تيست ممكن نعمله هو ال BNP بيتا ناتريوريتك بيبتايد. الميزة في التيست ده ان هو very sensitive with good negative predictive value. ازاي؟ التيست ده لو نيجاتيف خلاص مفيش هارت فيلير، انما لو بوزيتيف قد يعني ان فيه هارت فيلير، فبالتالي ده يعتبر بداية كويسة. عشان لو هو نيجاتيف خلاص تبعدنا الهارت فيلير، لو هو بوزيتيف نبدأ نخش في اللي بعد كده. طب ايه هو اللي بعد كده؟ ان انا نعمل ايكو. ايه هي ميزة الايكو؟ هيبين لنا اذا كان في سيستوريك ديسفانكشن من خلال مثلا ان هو يبين لنا الاجكشن فراكشن. تاني حاجة هيبين لنا اذا كان في دايستوليك ديسفانكشن. تالت حاجة ممكن يبين لنا البلمونري ارتري بريشر. ايه هي الكرايتيريا بتاعت سيستوليك هارت فيلير والدايستوليك هارت فيلير في الايكو؟ هنفرق بثلاثة مين كرايتيريا. ايه هما الكرايتيريا دول؟ اول حاجة thickness of the wall. يبقى اول حاجة thickness of the wall. تاني حاجة اليومن. وتالت حاجة الاجكشن فراكشن. يبقى اولا بالنسبة للسيستوليك، الوول هيبقى thin. طب ليه الوول يبقى thin؟ ما هو في السيستوليك ديسفانكشن بيبدأ يحصل دايليشن في الفنتريكل، فبالتالي الوول ثن، اليومن هتبقى وايد، وايد اليومن. والاجكشن فراكشن بما ان هي اصلا سيستوليك ديسفانكشن فالاجكشن فراكشن ايه؟ هتقل. بالنسبة للدايستوليك، الوول زي ما قلنا الدايستوليك بيحصل اما نتيجة هايبرتروفي او انفلتريشن ريستريكتيف. يعني في الحالتين دول الوول هيبقى ثيك، وبالتالي اليومن هتبقى نورم. والانجكشن فراكشن نورمال وممكن تزيد، نورمال او ايه تزيد. تالت حاجة ممكن نعملها هي الليفت فنتريكلوجرام وليفت هارت كاثتر، ودي الموست دايجنوستيك. في حاجات تانية ممكن نعملها، يعني بندور على الاتيولوجي. زي ايه؟ زي الاي سي جي. يعني قد يكون الاتيولوجي اريثميا، قد تكون انفاركشن مايوكارديال انفاركشن. فالاي سي جي ممكن يبين لنا اس تي اليفيشن، ممكن يبين لنا حاجات او تشينجز تدل على اسكيميا، ممكن يبين لنا حاجات تدل على اريثميا. كمان ممكن نعمل تروبوننس. تروبوننس برضو ممكن تبين لنا مايوكارديال انفاركشن. طيب في حاجه تانية ممكن نعملها، ممكن نعمل تشيست اكس راي. هنعمل تشيست اكس راي ليه؟ التشيست اكس راي ممكن يبين لنا بلورال افيوجن، ممكن يبين لنا بالمونري اديما، كيرلي بي لاينز. قبل ما نقول ازاي هنعالج الهارت فيلير لازم نقول ال NYHA classification او New York Heart Association classification. طبعا على حسب الكلاسيفيكيشن ده الهارت فيلير ممكن نقسمه ل stage 1 stage 2 stage 3 stage 4. بنقسم الكلام ده على حسب ايه؟ على حسب السيمتومز بتظهر مع activities بدرجة ايه. يعني مثلا في الستيج 1 no restrictions، الستيج 2 يبدأ يظهر ايه؟ يبدأ يظهر symptoms. طب symptoms هتظهر مع ايه؟ هتظهر مع significant exercise او exertion.
طب لو بيعمل mild daily activities اللي هي normal daily activities، لا مفيش symptoms. طب at rest مفيش symptoms، يبقى symptoms بتظهر بس مع significant exertion. طيب ال stage 3 هيبدأ يظهر symptoms مع ال daily activities اللي هي ال mild activities، لكن مفيش symptoms at rest، يبقى with daily activities العادية، ال activities العادية. stage 4 بقى يبدأ يظهر symptoms at rest. احنا هنعالج ازاي؟ هنعالج على حسب الستيج. الادوية اللي بنبدأ بيها، نبدأ بيه بيتا بلوكرز، نزود دايوريتكس مع الحاجات اللي فوق دي. احتاجنا بعد كده حاجة، هندي ايه؟ سبيرونلاكتون اللي هو مينرال كورتيكويد ريسبتور بلوكر، سبيرونلاكتون او بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، وممكن ندي الكومبينيشن المشهورة نيتريت هيدرولازين. طبعا في الستيج 4 دي مشكلة كبيرة، في المرحلة دي بنضطر ان احنا نعمل اسيست للهارت. اسيست للهارت ازاي؟ ان احنا نزود الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت بالاين دروبس زي الديجوكسن. ممكن نضطر نستخدم كاردياك اسيستد ديفايسز، وفي النهاية هارت ترانسبلانت. في حاجة برضو ممكن نستخدمها اللي هي ال AICD، AICD اللي هي ال Automated Internal Cardiac Defibrillator. دي بنستخدمها بشرطين، اولا ان يكون ال Ejection Fraction اقل من 35، والشرط التاني ان يكون الشخص ده Stage 3 او اقل، ما ينفعش يبقى ستيج 4. في برضو معلومة مهمة لازم نقولها، ان بعض الادوية دي لقوا ان هي بتحسن السرفايفل، يعني بتقلل المورتاليتي في البيشنتس اوف هارت فيلير. ايه هي الادوية دي؟ اولا البيتا بلوكرز، منها الكاربيدينول. تاني حاجة الايس انهيبيتورز واختها الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. تالت حاجه المينرالوكورتيكويد ريسبتور بلوكرز سبيرونولاكتون. رابع حاجه النيتريت هيدرالزين كومبينيشن. ازاي هنعالج الهارت فيلر اكزاسربيشن او الدي كومبنسيتد هارت فيلر؟ طبعا لازم نعرف اسباب الدي كومبنسيشن او الاكزاسربيشن الاول، يعني مثلا ممكن تكون انفكشن، ممكن تكون اريثميا، ممكن تكون مايوكاردال انفاركشن، ايا كان. احنا هنعمل ايه لما يجي دي كومبنسيتد هارت فيلير؟ كلينيكالي هيبقى فيه كلينيكال سسبشن، هنعمل البي ام بي ان ايه عالي، ممكن نعمل تشيست اكس راي يبين لنا اذا كان في بالمونري اديما كيربي لاينز، يبين لنا اذا كان في بلورال افيوجن. ممكن نبدأ ندور على الأسباب، هنستبعد الاثنين دول، نعمل اس جي ونعمل تروبونينز، ونشوف بقى على هذا الأساس النتيجة ايه. طبعا بالنسبة لي السبب لو الاثنين دولت الاي سي جي ما بينش ان في مثلا اس تي اليفيشن، والتروبونينز ما بينتش ان في مايوكاردال انفاركشن، او الاي سي جي ما بينش اريثميا، هندور على سبب تاني. لكن الكلاسيك heart failure exacerbation هنلاقي معاه بي ام بي عاليه، وممكن نلاقي معاه تشيست اكس راي يدل على ان في بلمون قديمه. اول حاجه طبعا بنحطها في الحسبان ان احنا نعالج السبب، في مثلا مايوكاردال انفراكشن، في اريثميا، نعالج الاندرلاينج ايتيولوجي.
طيب الكلاسيك هارت فيلر اكزاسربيشن بتتعالج ازاي؟ تحشيشة المشهورة ال MNOP. ال L stands for Lasix, الوافروزمايد ده دايوريتك عشان خاطر ال volume overload والكلام ده. تاني حاجة ال M stands for morphine. ليه مورفين؟ لانه بيعمل فينو دايليشن فبالتالي بيقلل البريلود، زائد ان هو بيقلل الانكزايتي اللي اسوشيتد وذ بالمونري اديما او هارت فيل. الان ستانس فور نيتريت نفس الفكره بيعمل فينو دايليشن. الاو ستانس فور اكسجين والبي ستانس فور بوزيشن.